طالب عدد من المواطنين بإعادة النظر في مواقف منتزه الصحوة حيث أصبحت غير كافية لمرتدي المنتزه، الأمر الذي طالب به أيضا رئيس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية في مجلس الشورى سعادة حمود اليحيائي، ونشد بعمل مواقف متعددة الطوابق. فهناك حوالي 100 زائر يوميا للمنتزه ممن لا يجدون مواقف لمركبتهم، وهذا ما أكدته عضوة المجلس البلدي آمنة البلوشية. وفي ردها حول الموضوع أوضحت بلدية مسقط أنها اتخذت بعض الإجراءات مع الجهات المختصة لتطوير المنتزه ولمعالجة مشكلة مواقف السيارات، وسيتم تنفيذها حال توفر الاعتمادات المالية لذلك.